نشوف مع بعض تقرير البست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعا ونرجع على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور، وهي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة تدور أحداثهم في مملكة غرناطة. يأتي في المركز الثاني كتاب لا بطعم الفلامينكو للكاتب الدكتور محمد طه، ويتحدث عن التغيير وتحدياته والصعوبات التي ستواجهك لتحقيقه. جاءت في المركز الثالث رواية السرعة القصوى الصفر للكاتب أشرف العشماوي، وهي عمل أدبي يجمع ما بين التاريخ والتشويق، ويأخذنا الكاتب في رحلة مثيرة مستوحاة من بعض أحداث حقيقية عن الطموح الإنساني والصراع السياسي. يأتي في المركز الرابع كتاب 40 للكاتب أحمد الشقيري، ويتحدث فيه الكاتب عن رحلته في الدنيا على مدار 40 عاماً والصراع المستمر بحثاً عن السلام الداخلي. تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعاً بكتاب ماذا حدث للمصريين للكاتب الدكتور جلال أمين، ويحلل الكاتب من خلال الكتاب ما حدث من تغييرات في حياة المصريين وطريقتهم خلال النصف قرن الماضي، وذلك بأسلوب ساخر جذاب.